أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانتها وبأشد العبارات لاستهداف جماعة الحوثي محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضحت الوزارة بأن استمرار هذه الأعمال الإجرامية الآثمة والتي تستهدف المدنيين والبنى التحتية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداء على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة والمنطقة تستوجب تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لردع من يخطط ويقف ورائها صيانة للأمن والسلم الدوليين، مؤكدة الوزارة وقوف دولة الكويت التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. واختتمت الوزارة تصريحها بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.